السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نعمل سلم سكتش هقول له ستير، وبعد كده هقول له كرييت سكتش، وهبدأ ارسم الباوندري بتاعي بالشكل دوت. اهوت، نخلي مثلا عرضه متر، تمام. وخلينا نرسم الرايزر، المفروض ان احنا نرسم 22 درجة للسلم كله. هقول له اوفست، واقول له 280 ماشي. كده 7 درجات، 8 درجات. طيب هقول له بعد كده اعمل تريم تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب هاخد ده كله كوبي اهو، واقول له روتيت وليكن مثلا 54 مثلا، او اي زاوية يعني ما فيش مشكلة. موف اهو، ما انساش ان انت اللي بتعمل سلم فليك مطلق الحرية. ممكن حتى نعمل درجة في النص هنا، تمام. طيب ممكن اقول له تريم من هنا لهنا مثلا انجوين. وكوبي بالشكل دوت. وممكن لو قلت له بقى رايزر، هقول له مثلا تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، طيب شكله مش ظريف، فممكن اقول له ان انا عايز اعملها فيلت بالشكل دوت. وتقدر تحط برضو درجات هنا لو انت حابب، يعني ممكن مثلا نعمل مثلا فيلت هنا، واقول له مثلا ان انا هرسم رايزر مثلا من هنا مثلا من هنا لهنا، وممكن مثلا رايزر من هنا لهنا، تمام. واقول له موافق، اوكي. وهقول له وريهولي في 3D، يظهر معايا السلم بالشكل دوت.